الفيلم ديالنا قصة حقيقية، والبطل ديالها ماكس اللي هو كلب مدرب استعملوا الجيش الامريكي في الحرب ديال افغانستان، والمدرب ديالو كايل كيكونوا في مهمة، وكايل كيدير إشارة لماكس باش يقلب على المتفجرات ولا السلاح وكيلقاهم وكتنجح المهمة ديالهم. وبالليل كيكون كايل كيهضر مع العائلة ديالو وحداه ماكس، أمه كتضحك وتسلم على ماكس، وجاستن خو كايل كيكون كيلعب ليجو وما مصوق، كيسحابوا أن عائلته كيبغيو كايل كثر منه. وكيجي تايلر صاحب كايل وكيسلم على أمه حيت كيكونوا صحاب من شحال هادي. قادة الجيش كيبداو يستجبوا الفرقة ديال كايل كاملة، وكيقولوا له ان كميه ديال السلاح اللي في التصاور ماشي هي نفس الكميه اللي جابوها، وهذه ماشي هي المره الاولى. كايل كيقول لهم انه مسؤول على تدريب الكلاب وصافي، وهو خارج من التحقيق كيوقف ويشوف صاحبه تايلر كيمشيو لمهمه جديده. وهما ماشيين كايل كيقول لتايلر الا بقيتي كتهز من السلاح اللي كنلقاو غادي نقولها ليهم. ماكس كيكون زايد هو الاول شويه كيوقف. تايلر كيسول كايل لاش وقف ماكس، كيقول له ما بغيناش ندوزو من هاد الطريق. تايلر كيقول له هذه هي الاوامر وخاصنا نكملوا المهمه. كايل كيشير لماكس وكيقول له زيد. كيكون واحد مخبي مور الحجره وكيفجر قنبوله، وكيجري كايل باش ينقذ ماكس، وكيكون تير بزاف وكيعيط كايل على تايلر باش يعاونو، لكن تايلر تخبى مور الحجره هذه هي الصحبه. وفاش مشاو يشوفوا كايل كيلقاوه مات وماكس حداه، وكان غادي يهجم على تايلر وكيشدوا واحد العسكري، وكيوصل خبار موت كايل موبا وكيحزنوا بزاف. وفي الجنازه كيجيبوا ماكس باش يودع صاحبه، وكيكون متاثر بموته وكيجلس تحت الصندوق وكيبان حزين. وبعد الجنازه الضابط كيكون باغي يدي ماكس، لكن ماكس ما كيبغيش يزيد معاه وكيمشي عند جاستن خو كايل وشاف فيه وسكت. الضابط قال له راه عرفك عاوني باش ندي ماكس للطوموبيل، وخرج جاستن وماكس كان ماشي معاه ساكت. ومن بعد واحد المده العائله كتعرف ان ماكس غادي يتقتل لانه ما بقاش كيطيع الاوامر ورجع صعيب حيت منين مات كايل وهو متاثر، لكن غير كيشوف جاستن كيتكالما العائله بقى فيهم يتقتل، فكتقرر تديه وتربيه وجاستن كيولي هو المسؤول عليه. وبالليل ماكس كيبقى ينبح وما كيخليهمش ينعسوا، وكيعيط راي لولدو جاستن وكيقول له سكت علينا هاد الكلب، وكينزل جاستن وكيعطيه لعبه ديال كايل. ومنين كيكون ماشي كيولي ينبح وكيقول له غادي نجلس معاك حتى تنعس. في الصباح تلقاه مناعس في الجردة حدا ماكس، وكتنوضو وكتقول له صاحبك تشوي كيسول فيك، فكيركب بيكالتو وكيمشي عند صاحبه في الغابة وكيعطي لصاحبه سيدي ديال ليجو حيث هو كيبيراتي ليجو ويبيعهم، وكيعرفو على كارمن وكتكون كتعرف تتعامل مع الكلاب، وكيتفقوا باش تجي عنده وتوريه كيفاش يتعامل مع الكلب ديالو. وكتجي عنده كارمن وتشوي وكتبدا توريه كيفاش يتعامل مع ماكس، ومو كتفرح منين كتشوف بدا كيعرف كيفاش يتعامل مع ماكس، وكتعرض على كارمن باش تتعشى معاهم. وكيجي عندهم تايلر وكي عزيهم وكيوريوه ماكس، لكنه كيتفاجئ ماكس غير شافو بدا كينبح وهجم عليه غير جاستن وكارمن اللي وقفوه. تايلر شاف ماكس واحد الشوفه ديال الغدر ومشى. وفي الصباح جاستن دا ماكس ومشى للغابه باش يتسابق مع اصحابه، وكان ماكس كيجري معاهم وفرحان. وكيكون واحد الاستعراض وكيكون جاستن كيتفرج فيه هو وامه، وكيكون مشارك فيه باه وصاحب خوه تايلر. وبالليل كيتلقوا الالعاب الناريه وكيتخلع ماكس من كيسمعها، وكيجي عنده جاستن وكيهديه. راي كيوري تايلر فين غادي يخدم معاه، يسولو كيفاش مات كايل، وكيقول له انهم كانوا في مهمه والقنابل طرقات في كل بلاصه، وكايل جرى باش ينقذ ماكس وتقاس، وانا كنت باغي ننقذ كايل وماكس ما خلانيش وكايل مات بسبابه. راي كيرجع بالليل للدار وكان غادي يقتل ماكس، لكن كيخرج جاستن ومو كيهديوه. جاستن كيقول له كايل عارف في منتا وهو اللي دربه. راي تكالما ودخل للدار. وفي الصباح جاستن كيمشي للبلاصه فين كيدربوا الكلاب وكيتلاقى الضابط وكيسولو واش ممكن الكلب يتقلب على صاحبه. قال له علاش كتسول؟ قال له راه تايلر صاحب كايل قال با ان كايل مات بسبب ماكس. الضابط قال له كيفاش نتوما كتيقوا واحد جراو عليه من العسكر بسبب المشاكل اللي عنده. جاستن جاوبو لكن تايلر قال لنا خرج من الجيش حيت تقاس في الحرب. والضابط عطاه سيدي وقال له تفرج وغادي تعرف كل شيء. جاستن مشى عند كارمن وتفرج وحداهم ماكس، وكيشوفوا كيفاش خوه كان كيدرب ماكس منين كان صغير وكيفاش كان كيبغيه. وكيدخل تشوي وكيقول له ايمينيو برا وباغيك، وكيخرجوا كاملين. ايمينيو كيهضر مع جاستن على الالعاب اللي كيبيعهم ليه، وتما كيهضر معاه تايلر في التليفون، وكيعرف جاستن انه غادي عنده، وكيشد من ايمينيو الفلوس وكيعطيها لماكس يشمها. وكيتبعوا ايمينيو وكيشوفوا تايلر ومعه جوج كلاب، وكيهز السلاح وكيوريه لشي رجال كانوا مع ايمينيو، والكلاب كيسمعوا شي صوت غريب وكيصيفطهم تايلر باش يهجموا على اي واحد كاين. كيهرب جاستن وماكس وكيوصلوا لبيكالسو وكيلحقوهم الكلاب، وماكس كيخاف على جاستن وكيجري بعيد عليه باش يتبعوه الكلاب.
الكلاب ويهرب جاستن. ماكس كيعض الكلب الاول وكيطيح الثاني في حفره، وجاستن كيطيح من على البيكالا وكتهرس، فكيسمح فيها ويجري، وكيتلاقى ماكس وكيخرجوا للطريق وكيركبوا في الطوموبيل باش يمشيوا للطبيب الحيوانات باش يعالجوا ماكس. وكيمشي وكيعالجوه، ومنين كيرجع للدار كيلقى تايلر جالس مع امه ومعاه بوليسي كيقول ان ماكس عدو من يدو. جاستن كينكر لكن البوليسي وراه البيكالا ديالو. تايلر كيطلع للبيت جاستن باش يهضر معاه وكيقول له انا كنكمل الخدمه ديال كايل، لان هاد الخدمه الا ما كملاتش هاد الناس غادي ياذيوك انت وعائلتك. لكن جاستن كيكون عارف وكذاب، والبوليس كيديو ماكس لانهم شايفينه ولا خطر على الناس، وجاستن كيودعو وكيعتذر منه. تايلر كيمشي للخدمه عند راي وكيقول له اسمح لي جيت معطل، كيقول له ماشي مشكل. كيسولو على واحد الكراج مسدود وعليه قفل، تايلر كيقول له واحد صاحبي حط فيه شي حوايج. البوليس كيديو ماكس لمركز رعايه الكلاب وكيفلس منهم وكينقز من فوق الباب ويهرب. راي كيهضر مع مراته وكيقول لها كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، شكون اللي دا جاستن وماكس للبلاصه اللي فيها البوليسي وشنو هي العلاقه ديال تايلر بالبوليسي. فمراته قالت له سول جاستن لكن غير بشويه وبلا ما تعصب عليه. شفتي يا حنان الام؟ راي كيسول جاستن شنو وقع لك مع البوليسي وتايلر، فكيسكس وكيقول له باغي نعس. راي كيشك كاينه شي حاجه غلط وكيخرج من الدار. تايلر والبوليسي اللي معاه كيكونوا كيهزوا السلاح اللي في الكراج وكيحطوا في الطوموبيل. راي كيشوفهم وكيقول لهم شنو كديروا هنا؟ قال له تايلر كنهزوا حوايج صاحبي اللي في الكراج. قال له افتح وريني شنو كاين في الصناد. كيجي ايميليو كيهدوا بالسلاح. ماين جاستن كتقول له باكس صيفط ميساج غريب وكيقول غادي يبات في الكوخ. قال له واش حنا عندنا شي كوخ؟ وكيسمعوا صوت ماكس في الجرده وكيخرج جاستن كيجري وكيعنق ماكس وكديه مو عند صحابو باش يمشيو يقلبوا معاه على باه. وكيمشيو للكراج ديالو كيلقاو شي حاجه فيها الريحه ديال باه وكيعطيوها لماكس يشمها وكيجري وكيتبعوه. منين كترجع مو للدار كتلقى البوليس كيقلبوا على ماكس. كتقول له ما انا قلت لكم راجلي تالف، قلتوا لي حتى دوز 24 ساعه عاد نقلبوا عليه والكلب جايين تقلبوا عليه. المهم ماكس راه مع ولدي وصحابو كيقلبوا على باه. ومنين كيصبح الحال كيلقاو الطوموبيل ديال تايلر وكيكون فيها باه. جاستن كيقول لكارمن سيري علمي البوليس وحنا غادي نتسناو هنا، وكيصوني التليفون ديال تشوي وكيسمعوا الكلب. تايلر وايميليو حسوا باللي كاين شي واحد، والبوليسي اللي معاهم كيصيفط الكلب يقلب، والكلب كيجري شافوه الدراري وماكس نبح. وسمعوا تايلر وكيقول له هذا تابعني حتى لهنا، وكيهز السلاح هو وايميليو وكيمشيو باش يقتلوه. الكلاب كيتشدوا كيهرب ماكس وكيتبعوا الكلب وكيبعدوا على جاستن وصحابه. ماكس فاش شاف الكلب عيام الجري هجم عليه وعضوا وطيحوا في الواد، وتايلر تيرا في ماكس وما قاصوش. ايميليو شاف تشوي وقال له انت شنو كدير هنا؟ جا جاستن كيجيب البيكالا ودخل فيه وطاح وتهرس من رجله. راي منين سمع القرطاس غفل البوليسي وضربو وحيد له الفردي، وشاف ماكس كيجري عنده وبغى يضربو بالفردي صحابو هاجم عليه، لكن ماكس كان كينقدو من البوليسي اللي موراه. جاستن كيجي وكيعنق باه وكيمشيو باش يخرجوا للطريق الرئيسيه. راي عيام ماقدرش يكمل، فجاستن جرى هو وماكس حدا الطوموبيل ديال تايلر باش يبعدو على باه. تايلر كينزل من طوموبيلته وكيقول لي معاه انت سير من طريق وانا من طريق باش نشدوهم. تايلر تبع جاستن وماكس وهربوا منه ونقزوا من فوق الواد، لكن ماكس طاح وما قدرش يطلع. راي تيرا في الطوموبيل وتقلبات والسلاح اللي كان فيها تفرقع كامل. ماكس سمع الصوت ديال التفرقيع وتفكر داكشي اللي وقع له مع كايل. تايلر كيلحق جاستن وكيضربو، وقبل ما يقتلو كيجي ماكس وكينقز عليه وكيطيحو بجوج في الواد وكيجيو على حجره. وكيوصلوا البوليس وكيبان ماكس عايش ومقيوس غير شويه وواقف مع جاستن حدا قبر كايل، وكيقول جاستن الخو انه كيبغيه وغادي يبقى يبغيه طول حياته، وكيدي ماكس ويمشي. وراي رجع كيبغي ماكس بزاف وخلاه معاهم في الدار وبداو كيهتموا به كاملين. وفي ميريكان داروا تمثال الكلاب اللي شاركوا مع الجيش تخليدا للذكرى ديالهم وديكشي اللي قدموه في الحرب. وهنا تسالى الفيلم ديالنا.